إلى تبويب جديد من أدب العلم ومن تبويبات الإمام البخاري. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. نعم، إذا هنا انتقل إلى مسألة جديدة رحمه الله، وهي أن الجواب بالإشارة بالرأس أو باليد يجوز، ولكن هذا الجواب بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ نعم، بشرط الإفهام. فإذا كانت الإشارة مفهمة فهي تؤدي الغرض. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة وهو جالس، فقاموا وراءه فأشار إليهم، أشار إليهم أن اجلسوا، مع أنه لم يتكلم ولم ينطق بحرف، ولكن من رأى يده وهي تشير علم أنه يريد منهم أن يجلسوا. وسوف يذكر الإمام البخاري رحمه الله الآن الأدلة على أنه يجوز الإشارة عند الفتية إذا كانت مفهمة. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. نعم، إذا هذا الحديث واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بالإشارة. فإذا سئل هل يجوز للعالم أن يجيب عن سؤال السائل بالإشارة إذا كانت مفهمة، الجواب يجوز، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا في حجته نفس السؤال السابق، فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده. ما معنى فأومأ؟ أشار بيده. فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. ما معنى ولا حرج؟ ما معنى ولا حرج؟ نعم، لا إثم عليه ولا مؤاخذة، لا إثم عليه ولا مؤاخذة. الحديث التالي: